اسمي مروة طه، من كفر كنا، العمر 30 سنة، أم ل3 أطفال. أنا بشتغل حاليا صاحبة بيت ضيافة بكفر كنا. احنا استأجرنا بيت وعملنا غرف للسواح اللي بتيجي تنام بكفر كنا. احنا في عنا اشي زي مصطلح تقليدي انه المرأة اذا طلعت للعمل يجب انها تروح مع اولادها، يعني بترويحة المدرسة، يعني مفضل المعلمة كعربية وكست بيت انها تشتغل معلمة. بس اليوم لا، اليوم صار كثير نساء تشتغل، تروح العمل تشتغل صباحا ومساء وليلا، لأنه اليوم الحياة بحاجة إنه كمان المرأة تشتغل. أنا بحكي للنساء بشكل خاص، ما تضلك بالبيت تستني تيروح الولد من المدرسة أو جوزك من الشغل. عيشي حياتك، اطلعي برات البيت، اشتغلي، استقلي، اعرفي حالك وورجي كيانك للناس لو بأبسط الأشياء. ما تخلي، ما تحبسي نفسك داخل البيت وداخل المجتمع.